كباب أضنة أنصحك، اللي بتركيا أنصحكم على كباب أضنة، يسوى التعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو مغوالي، أتمنى الكل بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، السلسلة الغالي والرخيص يا شباب. اليوم جبت لكم أغلى مطعم كباب وأرخص مطعم كباب في تركيا يا شباب. بسم الله، هاي من التوصيل كاسر هذا اللي هو كباب أضنة وكباب أورطة يا عيال، مشهورات طبعا في تركيا. هاي الحبشكلات، كينس، ملح، وشوكة. هاي شو يسوي بالشوكة هذي؟ خليه كلين زين. فراح نرتب ونبدأ بالرخيص للغالي. هاي نبدأ بيه يا شباب، شو تقولون؟ راح نبدأ بالغالي الغالي والرخيص، خلينا نرتب ونرجع. نبدأ بالرخيص يا شباب. قبل ما نبدأ يابا يا شباب، أحب أشكركم على 4000 أخو وأخت صرنا بالقناة، وإن شاء الله مستمرين يا شباب. فأنا الكباب يجي ويا خبز، شنو بعد؟ طماطة شوي، فليفلة، سوي له فوكس. خلي نذوق بعدين نقول لكم السعر. طبعا هذا ما يجي ويا اي شيء، انا جبت هاي الكولا، كولا ما ادري كولا. بسم الله، الكباب يتطلب كولا يا عيال. بسم الله، خلينا اول شيء نتذوق الكباب، اول شيء بدون خبز. بسم الله. ويلي يابا، طيب كل شيء يا عيال. ويا الخبز طبعا، طعمة الدخان بين دخنها. شيخ في شاري. بس دا احس بيه عظم عظام، يعني ما محلوج زين، فهذا راح ياثر على التقييم بالنهاية. نذوق ويا الطماطة، طعمه زين. بس ده احس بيه عظم، ما محلوج، ما ادري شو. يا شباب هذا سعره 60 ليرة، اكتبونا بالتعليقات مش قد عندكم بالعراق. 60 ليرة راح يطلع ايش قد مقابله بالدولار بالعراق، وتشيك على بلدك شوف وين ارخص وين. الطعم انطي، الشكل 8/10 يعني، ما والطعم هم 8/10. خلينا نشوف الاغلى يا شباب، وهذا الغالي يا شباب. شوف شوف ترتيب هذا المكسور بال ابو السيرفيس ابو الطلبات. اوه مرتب حيل يا عيال، شوف برغل وياه، حبشكلات، هم فلفل مشوي، طماطه، بس ضايفين له برغل. طبعا نسيت الجويه، هذا
هاي اجت ويا هذاك الرخيص شوية، هاي شنو طرشي وهاي لبنية مدري ثومية والله ما اعرف، بس هذا الغالي اجى ويا هذا تبولة مدري باذنجانية ما ادري شو اسمها هاي. بس خلينا نبلش بالكباب، شوف فرق. اوه كباب أذانة، طبعا كباب أذانة مشهور على تركيا عامة. أول شي بدون خبز، بسم الله. طبعا الفرق واضح، حلقوم في بداع يا شباب. شوفوا الطماطم المشوية، بسم الله. هذا صدق كباب، شلون يتفتت؟ ادري كان هذا شلون اكل بيه بالشطن برغل. شوفوا وين البرغل، كترتيب وشكل انطي واضافات بي 10 من 10. والطعم بالنهاية أقول لكم شنو الطعم، جدا طيب. جربوا يا البصل، كيف انفشاري ما ادري عشان طماطه باذنجان لفغه فليفله تمام حاده يا شباب. نجرب ويا الكباب، سلطة حاده. نار نار، أنا أعشق الحاد. ويلها صار تحدي مو مقارنة. طبعا هاي طيبة كلش يا عيال، قمت أعرق والجو نار اليوم، درجة الحرارة عندنا 40. بسم الله. ما ادري ايش يسموها هاي، والله ما اعرف، معجوقة ما اعرف، ما سألت. طبعا راح يفوز ويانا كباب اظنه، والسعر انت لا تقدم ولا السعر، انا اكتب لك اياه، لا تستعجل. طبعا هاي تجي مقبلات والبرغل، طماطم مشوية، فليفلة، بصل، خبز. طبعا هذا يفوز يا شباب، أنطي 10 من 10 لأن الطعم يعني بدون مجاملة، ولا عندي ولا أذكر صاحب المطعم. يعني الكباب أظنة أنصحك، اللي بتركيا أنصحكم على الكباب أظنة، يسوى التعب. شوف هاي الطماطم مشوية وياها شلون.
سليخ انفشاري. طبعا هاي يجي النفر شيش واحد. أنا كل نفر شيش، مو مثل يمنا بالعراق النفر ما ادري كم شيش، 4 شياش 3، يعني الا تفول صراحة. هذا نفرين ما يشبعني، اكثر 3 نفرات، بس الشيش حجم عائلي كبير يعني قطعتين. فهذا سعره يا شباب 80 ليرة، ورخيص 60، وراح اكتب لكم سعر مقابله بالدولار وبالعراقي، وانتم قيموا على البلد يومكم ايش قد السعر. بس اظن انطي 10 من 10 يا شباب، شي خنفشاري طعم خيالي وهم مدخن. طبعا هاي كلها سوا قدامي، بس اني ما صورت. تحبون اصور لكم طريقة الشو وشلون يشبوه، نروح المطعم وتبشرون. فلأنا يا شباب اليوم سلسلة الغالي والرخيص، إن شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسوا من لايك والاشتراك، إن شاء الله انتظرون فيديوهات قادمة تكون أفضل. السلام عليكم.